محمد الحجاحجة هو شاعر وكاتب وممثل أردني يعمل في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. ألف عددا من المسلسلات الدرامية البدوية مثل مخاوي الديب، كما أن له إنتاجا شعريا ذي طابع بدوي. من أشهر قصائده قصيدة العارضة عرضكم، والعارضة هي اسم البلدة التي يسكن فيها. من أشهر أعماله المسلسل البدوي صهيل الأصيل، مسلسل القسمة والنصيب، مسلسل السيف والوصية، مسلسل الرحى والبيدر، مسلسل الرحيل عام 1980، مسلسل تل الريشوني عام 1983، مسلسل عيال مشهور عام 1990، مسلسل عذراء الرمال عام 1990، مسلسل أخو شامة عام 1995، مسلسل رياح المواسم عام 1997، مسلسل أيادي في الظلام عام 2000، مسلسل الرحيل عام 2008، مسلسل مهاجي الأجاويد عام 2009. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.